ما تيجوا يا جدعان اقول لكم عملت ايه في البلد. في اطفال البلد جمعنا الاطفال وقلنا لهم ان احنا هنعمل بيت بالطريقه القديمه، وهنا رمينا خشب على الارض عشان نبتدي نعمل البيت، وهنا ابتدينا نرمي الاساسيات بتاعته، وبعد ما رمينا الاساسيات خليناهم كلهم يتجمعوا يعملوا طينه بالتبن، وهنا بداوا يعجنوا الطينه اللي احنا هنعمل بيها البيت، وكلهم كانوا ايديهم في ايد بعض. وهنا ده شكل الاساس بتاع البيت اللي احنا نرمي عليه الطينه، وهنا ابتدينا بقى نرمي الطينه على البيت، وده الشكل النهائي لرمي الطينة على البيت. قلت لهم بقى يجمعوا زلط من الأرض عشان نحطه قدام باب البيت، وحطينا الزلط قدام باب البيت، وده شكله بعد ما خلص خالص، وده بقى شكله النهائي خالص. بجد كان شكله تحفة، والأطفال حبوه جدا لأكمنهم أول مرة يعملوا كده، وخلينهم كلهم إيديهم بإيد بعض ويعملوا حاجة زي دي من الطينة اللي موجودة في الأرض. وفعلا في بيوت مبنية بالطريقة دي بالطين والتبن، بس احنا خليناهم يعملوها على مصغر وان هم يبسطوا بالحاجة دي ويبقوا ايديهم في ايد بعض. وهنا الفراخ جت تتفرج على البيت،